حبايبي واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح نعمل مع بعض فاونديشن روتين وبعض النصائح لحتى الفاونديشن عندكم ما يكون كيكي، ما يخطط ما يقطع، لحتى يطلع عندكم فلاوليس امبلس وتطلع بشرتكم كانه عاملين فوتوشوب. ففيديو اليوم رح فرجيكم الخطوات اللي انا بتبعها ورح اعطيكم بعض النصائح اللي بتزبط معي لحتى احصل على هي النتيجة. فيها قبل ما نبلش بالفيديو حابة اذكركم اذا كنتوا جداد لا تنسوا تحطوا لايك، تضغطوا على الزر الاحمر لاشتركوا في القناة، لا تنسوا تفعلوا الجرس ليوصلكم اشعار بالفيديوهات القادمة. بالنسبة لموضوع الاشعارات، الصبايا اللي ما عم يوصلهم اشعار لما منزل فيديو، رجعوا روحوا على صفحتي، رجعوا كبسوا على الجرس، بيطلع لكم ثلاث خيارات، بيطلع لكم انه بدكم يوصلكم اشعارات ابدا، بدكم يوصلكم اشعارات دائما، او بدكم يوصلكم اشعارات احيانا. فانتوا اختاروا انه يوصلكم الاشعار دائما لحتى كل ما حمل فيديو يوصلكم اشعار دائما. لا تنسوا كمان تابعوني على الانستغرام، تابعوني على التيك توك، وبس جربوا هالخطوات وزبطوا معكم وبعتوا لي دايركت مسج على الانستغرام، لاني بحب لما مثلا مزحكم شيء او تشوفوا فيديو تعملوا مثلي او تشتروا منتج انا حاببته. بحب كثير لما تجوا تقولوا لي انه انتم كمان ضبط معكم وحبيتوا. فيا كالعاده المقدمه اطول مقدمه في التاريخ، فخلونا نبلش الفيديو. ليطلع عندكم نتيجة الفاونديشن حلوة، سبق وذكرت قبل انه لازم يكون عندكم الاساس جيد للفاونديشن، بمعنى انه لازم تكونوا معتنين بشرتكم منيح، عم تغسلوها كل يوم، عم تقيموا الميك اب، ما عم بتعيفوا زوائد مكياج، بتعملوا ماسكات والى اخره، وعم تقشروا بشرتكم حسب مرة او مرتين حسب بشرتكم شو بتحتاج. هاي شغلة. الشغلة الثانية هو غلط انا كنت بعمله وسبق يمكن قلت لكم انه لازم قبل ما تحطوا فاونديشن لازم تغسلوا وشكم حتى تصير بشرتكم نظيفه وينشعل كل الشوائب كل الزيوت وكل الدهون. هلا فكره انه لازم تكون بشرتكم نظيفه وتنشعل عندكم الزيوت والدهون وكل القصص هي صح، ولكن النقطه الغلط هو نقطه غسيل الوش. يعني مثلا انا بغسل وشي مرتين في النهار، بغسل وشي الصبح، بغسل وشي المساء، اوكي تمام ممتاز. ولكن مثلا بدي اعمل ميك اب الساعه 3 بعد الظهر مثل هلا، يعني عم حط ميك اب الساعه 3:30 بعد الظهر. هذه نقطه سالت عليه خبير عنايه في البشره، سالته هل لازم اني اغسل وجهي مره كمان قبل ما اني احط فاونديشن، فقال لي لا، قال لي لا لانه هذا الشيء بصراحة بيأذي البشرة أكثر ما أنه يفيده. فلهيك قال لي أنه لازم أستعمل، بما أنه عندي بشرة جافشي مثل هاد، هاد اسمه، هذا من فيشي، هاد المينرال ميسلر ميلك، هاد بيجي مثل حليب لوشن، بيشيل المكياج وبينظف البشرة. فيكم كمان تستعملوا الميسلر وارا مثل البايوديرما أو مي المزيلة للمكياج، بما أنه أنا بشرتي جافة نصحني في هاد قبل الميك اب لأنه كمان ما بينشف لي البشرة. فهي أول خطوة اليوم رح أعملها، رح أحط شوي على قطني. هيك بكون بهالخطوة قمت كل الأوساخ اللي على البشرة. هلا اوكي، هلا بنجي لترتيب البشرة. ترتيب البشرة كثير 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 مهم. انا رح استعمل اليوم السيرفي لوشن، فيكم تستعملوا انتم اي مرطب، وتأكدوا كمان انه تكونوا غاسلين ايديكم قبل ما تقعدوا تحطوا ميك اب. بالنسبة لموضوع كنت قايلة لكم انه بدي احكي لكم على منتجات العناية في البشرة وهيك هالقصص، رح ينزل قريبا هاد. في شعري جننتني، رطبوه حول العين. اوكي هلا نجي للخطوه الثالثه اللي هي البرايمر. بالنسبه لموضوع البرايمر صبايا ينطبقوا كثير ضروري كثير كثير هام انه تستعملوا برايمر حسب ما انتم بتحتاجوا. يعني اذا بشرتكم جافتكم تستعملوا برايمر يكون مرطب للبشره، اذا بشرتكم فيها مسام تستعملوا برايمر يكون بيسكر هالمسام، اذا بشرتكم دهنيه تستعملوا برايمر يتحكم بالزيوت والى اخره. انا اليوم رح استعمل برايمرين، رح استعمل هاد من بير مينرالز ورح استعمل هاد من تو فيس. هاد البرايمر من تو فيس اللي هو الهانج اوفر بلانشينج فيس برايمر، هاد برايمر مرطب. بالنسبة للبرايمر من بيرمينوز اسمه برايم تايم اوريجينال، هذا برايمر بيجي شوية صغيرة فيه سيليكون، رح حطه بس بالمناطق اللي فيها
مسام، يعني رح احطه بس شوي صغيرة هون شوي صغيرة هون وشوي هون. اذا بدكم تستعملوا برايمري يسد المسام، اتأكدوا انه ما تحطوه على كل وشكم. استعملوا كل منتج محل ما انتم بتحتاجوا، وكل منتج بالكمية اللي انتم بتحتاجوا، وحاولوا ما تكتروا. هلا انا عندي اللوشن ماسك، كثير بحب هذا السيرفي كمان لانه البشرة بتمصه نوعا ما بسرعة. هلا رح استعمل اول شيء البير مينرالز بي جي مثل جيلي. اذا عم تستعملوا برامر السيليكون اكيد انه وزعتوا المنتج، بعدين بلشوا كبسوه تكبيس. البرامر اللي فيه سيليكون حاولوا لا تفركوا فرق. اوكي هلا على القسم البراني من وشي راح استعمل برامر تبع تو فيس. طبعا بدكم تتأكدوا انه تكونوا عم تعطوا وقت لبشرتكم لحتى تمص المنتجات، يعني ما انه بدي اجي اطبق المنتجات فوق بعضها. عم اعطي بين كل منتج ومنتج كم دقيقة. بعد ما حسيت هلا عندي كل البشرة امتصت المنتجات، رح بخبخة صغيرة من الماك فيكس بلس. هاي خطوة اضافية انا بحب اني اعملها. خل عندي كله بالقهوة. اوكي هلا نجي للفاونديشن. تأكدوا كتير منيح انه تكونوا مختارين فاونديشن يكون مناسب اولا لنوع بشرتكم وللون بشرتكم. انا اليوم راح استعمل هذا الفاونديشن من فنتي بيوتي اللي اسمه برو فلتر هايدريتنج لونج وير فاونديشن. كتير بحب هذا الفاونديشن، راح استعمل الرقم 150. اذا في صبايا عندهم بشره كتير 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 جافه صحراء وعم ما عم يلاقوا فاونديشن يزبط معهم، فبنصحكم تستعملوا شيء مثل هذا من ماركه دي اوردينري اسمه 100% cold pressed virgin marula oil. هاد زيت المارولا. فيكم تستعملوا زيت، انا شخصيا بحب زيت المارولا قبل الميك اب، بشرتي بتمصه بسرعه والمكياج فوقه ما بيزحط. بس ما بدكم تحطوا كتير نقطه، يعني هيك تعملوا هيك بس تفتحوا هيك، يعني هيك نقطه واحده بس، هيك نقره واحده بس تدمجوها مع الفاونديشن وتطبقوا الفاونديشن او تحطوها قبل الفاونديشن. انا بحب اني ادمجها مع الفاونديشن. اليوم ما رح احط الزيت لاني الفاونديشن اللي رح استعمله فاونديشن مرطب، ولكن اذا عم استعمل فاونديشن بحسه شوي ناشف علي بحب استعمل هالخدعة. انا لاحظ حالي انه كتير كتر فاونديشن، فلحتى امنع حالي من اني احط كتير كتير فاونديشن بدي ابني التغطية شوي شوي، ما بدي احط من اول مرة كتير فاونديشن. يعني لما باخذ فاونديشن بنقط، كتير شايفيني بعمل هيك اني بحط هيك باصبعي بنقط الفاونديشن على وشي. عم لاحظ انه هاي الطريقة متخليني احط كتير فاونديشن، فلهيك الشي اللي بدي اعمله اني بدي احط كبسة على ايدي. اوكي بدي افركة شوي صغيرة، بدي اخذ البيوتي بلندر من البيوتي بلندر، بدي اغطي بقفا ايدي وابني، وبدي اخذ وقتي بالدمج. طبعا بدنا ننتبه انه ما نترك خط بين الرقبة وبين الحناك، بدنا ننتبه انه ندمج تحت كمان. اوكي هلا انا وزعت طبقة واحدة على كل وشي، حابة اني ابني شوية تغطية هون، ولكن نصيحة سمعتها من خبير تجميل وقتها وقفت هيك ممهورة انه عن جد انت ذكي، لانه كان عم يقول انه نحن لما بنجي بدنا نبني تغطية الفاونديشن بنحط طبقة بنعمل على السريع طبقة تانية فوقه، وهي الشغلة كتير غلط، انه بدنا نعطي كم دقيقة للفاونديشن لحتى تثبت اول طبقة على الوش لحتى اقدر اني ابني التغطية التانية فوقه. ايام كتير لما بجي بدي احط دور تاني في الفاونديشن بلاحظ انه التغطية عندي عم تروح بدل ما تزيد. طبعا هذا الشيء بيعتمد على نوع الفاونديشن، ولكن لاحظت انه هالطريقة فعلا عم تكون احسن وعم تعطيني تغطية اكبر من اني اذا فورا حط دورين فوق بعض. فلا بدي اعطي كم ثانية للطبقة الاولى
نتنشف وبدي حط شوية صغيرة شوية صغيرة، ما بدي كتر على الخدود. اذا كنتوا انتوا رديانين على التغطية بشكل عام ولكن في شغلة صغيرة حابين انه تخفوها، ما تحطوا طبقة تانية من الفاونديشن، يعني مثلا اذا طالع لكم حباية صغيرة او في عندكم مثلا علام حبة من قبل، ما تحطوا طبقة تانية كاملة من الفاونديشن بس لتخفوا هاي الحبة. مثلا فيكم تستعملوا خافي عيوب يكون تغطيته عالية لهذا الغرض. ممكن حبيت كثير هذا الكنسيلر، هالكنسيلر ما حبيته لتحت عيني ولكن حبيته لاني اخفي فيه مثلا شي طالع على وشي اللي هو الالف كامون كنسيلر. وبدكم تنبهوا انه لون الكنسيلر يكون قريب للون بشرتكم. تاخدوا بس الكنسيلر، انتبهوا اذا عم تحطوا على حبة ما تاخدوا من الكنسيلر فورا تحطوا فوق الحبة، لانه كل شي في بكتيريا طالعة على الحبة رح تطلع على على الاسفنجة، وانتو لما ترجعوا تحطوها بالعلبة رح تنقلوا كل البكتيريا لكل المنتج اللي عندكم. ففيكم تحطوه على اصبعتكم او على الاسفنجة وهيك تعملوا هيك تب 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 بشكل بسيط فوق الحبة. هلا رح احط بشكل خفيف الدور الثاني. اوكي هلا صار عندي وشي املز، تغطية ممتازة. ملاحظين الفاونديشن انه لمعة كمان حلوة وصحية على البشرة. هلا نجي للكنسيلر، رح استعمل هات الكنسيلر من تارت اللي هو كريسلاس كنسيلر. بصراحة فاونديشن فانتي من اوائل الفاونديشنز اللي عندي، وهذا الكنسيلر رقم واحد اللي عندي تبع تارت، كتير 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 بحبه. رح الكنسيلر عم استعمل رقم 13 N Fair Light Neutral. انتبه اني ادخل لهي المنطقة من جوا لحتى اروح، عندي كتير صورات انا فيها. هاد الكنسيلر ما بحب اني احطه فوق الجفن، فلهيك بدي استعمل الكنسيلر تبع الف لحتى واحد فيه لون الجفن. احط من هون من هون. الخطوة كتير كتير مهمة لحتى ما يخطط عندكم الكنسيلر تحت العين، البودرة الحرة. بدنا نثبت الكنسيلر بالبودرة الحرة. انا عم استعمل الميبلين فيت مي برقم 05 فير. اذا لاحظتوا الكنسيلر عم يخطط بنرقم مرقة سريعة البيوتي بلندر. بالنسبة لتحت العين بحب اني اصبته بالفرشاي، ما بحب اني اصبته بالبيوتي بلندر او اني اعمل بيكينج، ولكن باقي وشي باخد شوية صغيرة بقفل البيوتي بلندر وبوزع البودرة الحرة. بعمل كأنه بيكينج على الخفيف ولكن ما بحط كمية كتير كبيرة. بعدها فورا بزايد. هلا بدي انتقل للبرونزر لحتى اكمل مكياج الوجه. بدي استعمل الفيزيشنز فورميلا باري برونزر منه لحتى اعمل كمان كونتور بشكل خفيف للوجه. رح استعمل اللون برونزر، هاي وحدة جديدة لأنه اللي عندي ما يكسر لي اياها. اوكي بعد بدي استعمل البرونزر يكون له شوية صغيرة. لا ما بدي استعمل هاد من كولر بوب اسمه برايفت بارتي، رح اخده على فرشاية تكون اكبر، وهاد ادفع من الباري برونزر. هلا قبل البلاش بدي اخد الهايلايتر، بدي استعمل الاسنس بيور نود هايلايتر. بدي اخده عندي عبر رقم 10 بي ماي هايلايت، وش استعمله كهايلايت. والهايلايت كثير خفيف وكثير طبيعي.
قديه حلو هذا الهايلايت. هلا بدي اخذ فرشاية تكون اكبر، بدي اخذ نفس الهايلايت بدي احطه شوي صغيرة هون هذا الشكل بخفت ايدي، بس حتى يعطي هيك لمعة صحية للبشرة. بدي احط شوي صغيرة هون شوي صغيرة هون. اوكي هلا بدي اجي احط البلاش. كل يوم حبيت اني استعمل بلاشين. رح استعمل اول شيء هاد من كاتريس اللي اسمه بلاش بوكس بالرقم 60 برونز، بما انه لابسه على بني فحبيت اني احط بلاش على بني. بعدها بدي اخذ نقرة صغيرة من الماك مارجن، بعتقد انه فيه كمان لمعة فلهيك حابة اني احطه شوية صغيرة هون. اوكي هلا بدي بخاخ مظبط، بدي استعمل الفيكس بلس مرة تانية. هلا قبل ما ينشف عندي البخاخ بدي اخذ هايلايتر يكون اقوى، رح استعمل هاد من كولر بوب اسمه هير كيتي كيتي شوي صغيرة بأعلى نقطة على الخد. اوكي هلا رح روح حط شوي حط كمل حواجبي لاني ما بحسن اطلع حالي بدون حواجب، رح كمل حواجبي مكياج عيوني حط حمرتي وارجع لكم لحتى نختم الفيديو سوا. هلا انا خلصت كل الميك اب تبع وشي. اخر خطوه بعملها اني باخذ فرشاه تكون دو فايبر، تكون فرشاه نظيفه ما عليها اي شيء، بس بحب اني ادمج البرونزر والبلاش والهايلايتر مع بعض بهذا الشكل حتى ما بين هيك خطوط قاعدين فوق بعض. اذا حسيتوا انه عندكم البرونزر كتير كان نازل لتحت فيكم على البيوتي بلندر تحطوا بودرة حرة تعملوا بهذا الشكل، تحطوها هيك بهذا الشكل اوكي، وبعدها تاخذوا فرشاية نظيفة وبتقيموا الباودر ستايل. فإذا حبايبي هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، بتمنى انه يكون نال اعجابكم وانه رضاكم كالعادة. لا تنسوا تحطوا لايك، تضغطوا على الزر الاحمر لاشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم اشعار بالفيديوهات القادمة. لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام، تابعوني على تيك توك، مثل ما قلت لكم اليوم مرة نعمل تيك توك، روحوا تابعوني على التيك توك كمان، اسمي بيطلع على الشاشة من هون نفس اسم قناتي مريانا ام جي ام، روحوا تابعوني عليهم. وبس انا بحبكم كتير 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 وبشوفكم بالفيديو الجاي، باي.